السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونك شباب؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، ورجعت لكم مقطع جديد. جلتش نسخ سيارات لحالك بدون مساعدة أي أحد، تمام؟ كل اللي تحتاجه سيرفر خاص، والبنك الجديد تحت الأرض اللي هو الفكرة تيز، ويكون عندك سيارة مدنية والسيارة على جنب اللي بدك تنسخها، تمام؟ أول شيء بتطلع السيارة المدنية برا، لاحظوا نمرتها، حسيت نمرتها على السيارة راح تنتسخ، تمام؟ يعني هاي السيارة راح تنتسخ هسه. كل عليك تفوت تفتح الجوال، تفوت على لعبة الجوب الثانية ذيك، تفوت على ديموس جوب على الأولى، ألون تعملها. استنى لك كم ثانية، طبعا في ناس تطول عندهم، في ناس بسرعة. لما تجيك 3 من 4 أو 2 من 4 فوق، إنه كم عدد الأعضاء اللي بيلعبوا مهمة أو بيستنوا بالمهمة قاعدين، على طول بتطول الجوال وتفوت عليها نفسها مرة ثانية. اللوكن فور جوب مرة ثانية وضلك داخل البنكر، تمام؟ هسه بوريكم كيف. لما تجيني بس. زي ما تشوف جت 2 من 4، بدخل عليها مرة ثانية بسرعة، الون اري شور، بحط اكس كمان بضل داخل على البنكة. هاي الطريقة بس يبا. تمام، بس بننزل من السيارة، بنركب السيارة بننسخها. طبعا راح حسين تمشي بالبنكر عادي بالسيارة، ما راح تطلع برا زي ما تشوف. تاخذ السيارة بدك تنسخها، يا بتكسر الباب بتاعها يا بتحط هدوم بتكسر الباب، ما في داعي تكسر الباب عادي يعني كل واحد، تمام؟ طبعا شوف انا مصور المقطع من امبارح، وكنت انزله امبارح بس ما صار نصيب، ما صار معي وقت، ما فضيت صراحة، واعرف الناس كثير نزلوه، بس اتمنى اني قدرت افيدكم يعني اذا في حد لسه ما بيعرف. هسه بتاخذ السياره اللي بدك تنسخها، هذه اللي بدك تنسخ عليها قصدي، الالجي المدنيه، لاحظوا نمرتها 46 بالاول، راح ننسخها هسه وراح تطلع السياره اللي معدله تكون نفس نمرتها، تمام؟ هسه نجيب السياره الثانيه من سد الباب. زي ما نحطه هناك سدينا الباب وخليتهم يطلعون من الباب الثاني، تمام؟ بنطلعوكم الباب الثاني هيك، تمام؟ لما طلعوكم نفس الباب لا غلط، تمام؟ سكرنا الباب الثاني طلعونا منه، لازم تيجي على الصفرة وتدب المثلثات بس للتأكد، زي ما تشوفوا لازم ضرب فوتوك وطلعوك نفس المكان يعني، تمام؟ هي بس تأكد. هسه كله عليك تكبس مثلث بعدين اكس بسرعة، زي ما تشوفوا مثلث واكس. هسه في على اليوتيوب شو يقولوا لك؟ لا اكبس اكس ومثلث نفس اللحظة، لا، لما تكبس اكس ومثلث يطلعوك برا بدون ما يركبوك السيارة لحالك. طبعا يطلعوك لحالك عادي، رد فود وكمل، تلقى السيارة ترجع لمكانها، بس صفهم نفس الطريقة وكمل. يعني شو عليك تكبس مثلث بسرعة، وبسرعة اكس وراها بثانية، بس بسرعة اكس عشان اول ما يجي يركب يطلعوك، تمام؟ هسه كل عليك تطلب الشاحنة وتأكد انه الشاحنة فيها سيارة مدنية، تمام؟ تأكد انه الشاحنة فيها سيارة مدنية، زي ما تشوف هاي طلبت الشاحنة. تمام، تكبس يمين واكس واكس وتبدلها بالسيارة اللي جوا. وهسه عطول طلع السيارة برا، عطول اركب فيها وطلعها. تمام، حطوا النمرة الجديدة صارت. هسه كل عليك تفتح ستار اوبشن، تفوت على اونلاين، على جوب، بلاي جوب، ستار كريتد، على ميشن، على اي ميشن اختار الاولى، فوت واطلع بس. ظلك طالع على طول تلقى السيارة جنبك، تمام؟ بس من داخل بردع السيارة على البنكر او اي كراج بدك اياه، خلاص هيك السيارة اتسخت بالكامل، ما ظل ولا خطوة، تمام؟ بس انا برجع لكم على البنكر نفسه عشان اوريكم، عشان اوريكم السيارة نسخناها، انا لسه موجودة وهاي السيارة انتسخت، تمام؟
لا شوف شوف، دخلنا البنك هسه بحط السيارة زي ما تشوفوا. انا نسخت الجنبة قبل شوي، عفوا نسخت هاي السيارة قبل شوي، وهي السيارة الثانية نسختها يعني قدرت شغال ولسه بنسخ. تمام بوريك السيارة اللي نسخت فيها هسه، سويت لكم فيها بالفيديو اللي حطيتها وسكرت الباب عليها. هاي زي ما تشوف هذه هي نفس مكان. طبعا تحكوا الاجي الجنبة كيف اجت؟ الاجي الجنبة اجت اللي كانت بالشاحنة، الاجي الجنبة اللي كانت بالشاحنة بس بدلناها هسه. تمام هاي السيارة نمرتها زي ما هي. تمام هسه كل عليك شو ترن على الموقع، تفوت على موقع السيارات وتحط ال جي ثانية مدنية جوا الشاحنة وتكمل الجلتش. فهمت كيف؟ يعني لا تنسى تحط ال جي بالشاحنة، حط ال جي لون بالشاحنة بزتها زي ما تشوف وبتكمل نسخ. وبس هاي الطريقة شباب، اتمنى اكون قدرت اني افيدكم حتى لو نزلتوا متأخر. واتمنى لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، واذا عندكم مشاكل اكتبوا لي بالكومنت. مع السلامة.